صباح الفل عليكم يا جماعة، معاكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين؟ في الفيديو ده ان شاء الله اقول لك على احسن نصايح واحسن نصايح لجسمك انك تعرف تخس وانك تعرف تظبط جسمك من حاجات بسيطة جدا، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة. ان شاء الله في الفيديو ده هتعرف حاجات بسيطة. في الفيديو ده انت اول ما بتصحى من النوم، في ناس بتجري ان هي تشرب سيجاره، بتشرب كوبايه شاي، بتاكل بسكوتايه، بتاكل كيكه، بتاكل اي حاجه تاني علشان يعني ايه اغير طعم بقي والكلام ده. انا بس اقول لك على حاجه في جسمك بتحصل انت ممكن مش مدركها ومش مدرك ايه اللي بيحصل فيها. يعني كده بس نعلي الكادر شويه. بص بقى، اول ما بتخش بالليل في النوم، في الديب سليب اللي هي البرلايزد، اللي انت بتخش في مرحلة الشلل في النوم. ما النوم بيخش في كذا مرحلة، فانت في مرحلة بتبقى نايم خالص مش حاسس بأي حاجة حواليك. في المرحلة دي بيتفرز في جسمك حاجة اسمها هرمون الجي اتش، اللي هو الجروث هرمون. الجروث هرمون ده للناس اللي هي سمعته قبل كده، الجي اتش ده بتسمعه على طول، يقول لك الانجكة في الجيم بانجك جي اتش عشان اعراض، او هو هرمونات الغوريلا، هرمونات الحصان، ان انا جسمي يبقى قوي، يعني ان انا يعني ابقى وحش كده. الجي اتش ده عموما بيظبط الخلايا، بيعمل على انتظامها واللي هي، وبيعدل من الفايبرز بتاعت العضلات، لو العضلات فيها تشوه بيظبطها. الجي اتش كمان بيساعد على الحرق بطريقه جامده جدا. فانت حضرتك اول ما بتصحى من النوم بيبقى الجي اتش من ساعه النوم، من ديب سليب لحد ما بتصحى هو شغال، تمام؟ الديب سليب بيبقى شغال لحد بمجرد ما بتبتدي تاكل حاجه، من تاكل حاجه زي بسكوتيه او كيكه او تشرب شاي بلبن او تشرب اي حاجه فيها سعرات حراريه، يبتدي يقف ويبتدي يعتمد على الحاجات اللي جوه عشان يعني الجسم ما يبتدي يقوم بوظايفه. مش هيقوم على وظايف الجي اتش. الجي اتش من اهم، الجي اتش والتستوستيرون من اهم الهرمونات في الرجاله. الجي اتش والتستوستيرون من اهم الهرمونات اللي هي بتساعد على الحمل. فحاول اول ما تصحى من النوم ما تاكلش على طول. انا كمحمد تحسين انا بقيت انام مثلا، بنام مثلا قول على الساعه 9، يعني مثلا من الساعه 9 ما ابتديش اكل، يعني او 8 ونص 9 ما ابتديش اكل لحد تاني يوم الصبح. بصحى من النوم اروح اعمل كوبايه شاي اخضر من دون سكر. انا بقالي حوالي 4-5 سنين بشرب شاي اخضر بدون سكر. وكمان اتعرفت على قهوه كده حلوه، لا مش قهوه اللي انا بروحها، لا قهوه نوع قهوه اللي هو الاسبريسو ده، كان عند والدي كنكه كده اللي هي كنكه ايطالي، اللي هي كنكه الاسبريسو اللي هي بتملى ميه من تحت وتحط عليها المصفى وتحط معلقتين قهوه وتقفلها من فوق. يعني هبقى احط لكم صوره كده الكنكه الاسبريسو، تعملها الصبح وتشربها بدون سكر وبدون كريمر، بدون اي حاجه، بدون لبن، بدون اي حاجه، دي حاجات بدون سكر. وابتدي اكل الغداء بتاعي بيبتدي على الساعه واحدة، من واحدة لاثنين وهكذا، ممكن يبقى ثلاثة. الغرض من ده ايه؟ الغرض ان جسمك بيبذل طاقه. لو انت تيجي تلاحظ ان جسمك طول اليوم بيبذل طاقه، فالطاقه دي بيجيبها منين؟ بيجيبها من الدهون المتخزنه عندك. الدهون المخزنه عندك في جسمك، ما هي دي خزانات طاقه. يعني الدهون اللي عندك دي خزان، ما هو برده لو الميه قطعه ما بيجيب ميه من الخزان. هي دي بقى، انت ما اكلتش طول اليوم حاجه، وزائد ان انت شغال وعمال شغال كمبيوتر وشغال بتروح وتيجي، يعني على حسب شغلك. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت جسمك بيضطر يستهلك الطاقه من الدهون، فانت كده بتخس وفي نفس الوقت انت مش واكل، تمام؟ الحاجه الثانيه، حاول بقدر الامكان تبعد السكر عن حياتك. يعني حاول بقدر الامكان تقلل السكر بطريقه خليه تدريجيه، عشان الكريفنج، الشوجر كريفنج اللي هم الناس عندهم التشويق للشوجر، او عندهم يعني ايه، يعني نهم للسكر، اللي هم على طول ياكلوا شوكولاتات، يشربوا بيبسي، ياكلوا حاجات فيها سكريات كتير. حاول تقلل من السكر، حاول تبتديها الاول بالسكر اللي هو الدايت، بعد كده قلل السكر، بعد كده قلله خالص. او لو انت عايز تعمل جسمك وتقلله بطريقه حلوه بسرعه، امنع السكر تماما. حاول تمنع السكر، وحاول تمنع النشويات. يعني حاول لما تيجي مثلا تقف على عربيه الفول زي ما انا بقف كده، ولا بنروح نشتري فول ولا حاجه، ما تحاولش انك تجيب سندوتشات فول، لا جيب فول وكله بمعلقه، جيب فول وكله بمعلقه، جيب سلطات، كل بتنجان، البتنجان فيه حديد. انا قصدي ايه؟ انك حاول تبعد عن النشويات، حاول تبعد عن ان انت تروح الفرنه، ان انت تروح تجيب باتون ساليه، او ان انت تجيب باتيه، او ان انت تجيب عيش، او ان انت تجيب قرص، او اي حاجه. حاول تبعد عن الحاجه دي.
الحاجات دي لو انت تفتكروا كده ازاي جسمنا بيخزن دهون او كذا حاجه تاني، الجلايسيميك اندكس او اللي هو المؤشر السكري، لما انت بتاكل نشويات وسكريات المؤشر السكري ده بيعلى في الجسم، فلما بيعلى في الجسم البنكرياس بيفرز انسولين عشان يلم السكر اللي في الجسم اللي هو يعني اللي هو اتفرز اللي هو عالي في الجسم، فبيلمهم ويروح فين؟ يروح على الخلايا اللي هي زي العضلات وزي الجهاز التنفسي وكل الاجهزه، يبتدي يوزع السكر ده على الاجهزه دي، فلما بيلاقي الجلوكوز اللي هو السكر ده كتير في الجسم بيبتدي يحطه في الخلايا الدهنيه، الدهون بتتخزن جوه الخلايا الدهنيه، فكده انت عمال تتخن وانت مش عارف. في ناس ما بتبقاش عارفه ايه اللي بيتخن وايه اللي بيخسس، هم الناس عارفه كل حاجه ان السكر والاملاح هو اللي بيتخن، السكر بيتخن والملح بيخزن ميه، انا عندي تشرب ملح، انا عندي تاكل حاجات فيها ملح احسن ما تاكل فيها سكر. اتمنى تعمل الحاجات دي، لو تقدر بقى تعمل برضو رياضه، لو تلعب رياضه مثلا، يعني انا مثلا الصبح بعمل مثلا حوالي 20 سكوات، السكوات اللي هي اللي انا بنزل وبطلع، بعمل مثلا حوالي 10 ضغط، عندي دمبل كده في البيت بلعب فيه مثلا باي وتراي، حاول انك تبوش جسمك الصبح، وكمان لما تروح مثلا الشغل حاول تروح ومشي شويه، يعني حاول تتمشى شويه بحيث ان جسمك يحرق من الدهون اللي بتتخزن. هي دي النصايح اللي الصبح لازم تعملها، حاول ما تاكلش اول ما تصحى من النوم، حاول تبتدي اكلك على الساعه 12، يعني انت لو بتصحى مثلا على الساعه 8 ولا 9 حاول تبتدي اكلك على 12 واحدة، وكل ما تاخر كل ما جسمك بياكل من الدهون اللي جواه، كل ما جسمك بياكل من الخزانات الطاقه اللي جواه. فاتمنى والله يا جماعه والله انا ابتديت انشر، انا ابتديت اظهر على اليوتيوب، او ابتديت ان انا احط فيديوهات على اليوتيوب من ساعه ما خسيت، فمش عايز الناس تتخن. انا جربت التخن، جربت لما كنت بطلع السلم كنت تخين وكنتش قادر اخد نفسي، فاتمنى الناس تعمل بالنصايح دي، يا ريت كنت تعرف النصايح دي من بدري. انا كمان كنت عاني، يعني كان احنا برضو عندنا مس كونسبشن في حاجه كده، ان احنا ما بنعرفش ايه اللي بيتخن وايه اللي بيخسس، وعندنا اعتقادات كده خاطئه ان احنا في حاجات بتتخن وفي حاجات بتخسس، يعني ممكن اللي بيتخسس في اعتقادنا احنا يكون بيتخن، وممكن اللي بيتخن في اعتقادنا احنا يكون بيخسس. فحاول انك تقرا في الحاجات العلميه الحديثه، زي مثلا المقليات بتتخن ولا بتخسس، الدهون بتتخن ولا بتخسس. على فكره الدهون ما بتتخنش، الدهون ما بتتخنش، دهون زي الحيوانيه، الزبده البلدي اللي احنا بنجيبنا، السمنه البلدي، الدهون النبات، الدهون الحيوانيه، الدهون النباتيه، الدهون اللي في الافوكادو وزيت الزيتون وزيت الجوز الهند والكلام ده ما بتتخنش. فاتمنى انك تدور، وان شاء الله يعني انا هحاول بقدر الامكان ان انا انزل لكم كل يوم فيديو، او كل يعني في الاسبوع فيديو بيتكلم عن التخسيس وعن الحاجات اللي ممكن تخسسك وانت يعني وانت ممكن ما تكونش عارفها. فشكرا جدا ليكم يا جماعه، اتمنى ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو اكتر يا ريت تنشره ما بين اصدقائك. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم. شكرا جدا ليكم، معاكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.